الحمد لله، نظن باللي كل شيء يمشي يعني حسب البرنامج تاع الفريق وتاع الطاقم التقني الطاقم الطبي منذ البدايه، يعني ماشي غير من اليوم. نظن باللي الامور راهي محضره كما ينبغي، والدليل هو مثلا الحصه تاع اليوم بدات على الساعه 5 مع توقيت المقابله بحضور اغلبيه المجموعه، عوده كذلك كابتن ايوب عبد اللهوي في المجموعه الحمد لله. من جهه اخرى كل من الدبيح والدهيري المدافع هم يدربوا، والحمد لله كذلك دهيري دخل اليوم مع المجموعة عكس البارحة. إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة هذا اللاعب يعني يندمجوا هما الآخرين في المجموعة، ويعطيه الإمكانية للناخب الوطني أنه تكون له كل الاختيارات أمامه لتحضير هذا اللقاء اللي بدون شك لقاء قوي، لقاء يختلف من اللقاء تاع المجموعة. سيحضر له كما ينبغي وكالعاده ان شاء الله. كذلك غدا حصه تدريبيه وتكون مفتوحه للاعلام وفيها منطقه مختلطه. يوم الخميس هناك ندوه صحفيه للناخب الوطني مع احد اللاعبين تاع المنتخب على الساعه منتصف النهار ونصف، واخيرا حصه تدريبيه اخرى على الساعه 5 هي الاخرى مفتوحه للاعلام ولكن بدون منطقه مختلطه. ويوم الجمعه ان شاء الله اللقاء على الساعه 5 واللي نتمناه هو التأهل للفريق الوطني إن شاء الله. صالح 30 ثانية فقط، حسب ربما الأصداء ولا هل اللاعبين يمكنهم الاندماج قريبا بالنسبة لنا؟ ما نقدرش نجاوبك على السؤال، هذا الأمر يرجع إلى الطاقم الطبي أولا والطاقم التقني والتنسيق اللي بيناتهم، هما اللي يقدروا يقرروا على جاهزية اللاعبين وعلى إدماجهم في المجموعة. والمهم والأهم هو أن اللاعبين دائما صحتهم تجوز قبل كل شيء.